بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، اللذين هما أصح الكتب المصنفة، رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما في الدارين، أمين. وضعه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي المصري القاهري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. الباب 21 من الكتاب 36، كتاب الأشربة، باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين اللي هو إيه؟ اللي هو قرع العسل الدباء، وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا. وما تبقى تأكل مع الناس إيه، يفضل أنك أنت تؤثر غيرك بالإيه؟ بالحاجة اللي إيه المتميزة، يعني تؤثر غيرك. عارفين أنت تأكل مثلا تلاقي حتة لحمة جميلة كده، تروح واخدها بدل ما تأكلها اديها إيه للإنسان. فبيقول لك اتنين بياكلوا، فايه واحد قاعد بيعمل ايه، ينقي اللحمه والتاني ياخد البطاطس بس. فبيقول له يا اخي ما تاكل بطاطس كله لحمه كده. قال له طيب انت دلوقتي لو انا مكانك كنت هتعمل ايه؟ قال له كنت هاكل لحمه. قال له خلاص، ما انا بعمل كده، ما انا بعمل اللي انت هتعمله. دي نكت المصريين يعني، لكن ما تعملش كده، اوعى تعمل. وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام. الحديث 24 بعد 300 والألف، قال حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد. كلمة قديد دي اللحمة المجففة اللي بيجففها الناس الفقراء وبعدين يأكلوها لما يحتاجوا للحم، لكن الأغنياء يذبح جديد ما يأكلش المجفف، يأكل طازج. فدل على أن هذا الخياط كان راجل فقراء من فقراء الصحابة، فهمت؟ كونه عازم النبي ده جايب له أحسن حاجة عنده، ما عندوش قدرة يذبح، يبقى دليل إنه فقير. فاداله إيه؟ اللحم القديد اللي هي المأدد، يعني اللي إيه اللي يكون مجفف، يعني لحم مجفف يحتفظ به الفقير عشان يأكله إذا جاع، لأنه ليس عنده ما يذبح كلما جاع، فهمت؟ فدل على أن هذا الخياط كان رجل من الفقراء، وأن النبي كان يجيب دعوة الفقير ودعوة الغني من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. يبقى فيها خبزا ومرقا فيه دباء وقليل، يعني ما كانوش عنده حد من اللحم ما يكفي انه يبقى له هو اللي خالص، فعشان يكتر فرح مقطع الدباء حطه علشان يكتر الكمية، ده دليل انه فقير خالص، يعني ما عندوش حتى من القديد ما يجعله كثيرا، فهمت بقى ازاي؟ يبقى قطع قديد كده متناثره، ومعظم الايه اللي مقدمه عباره عن قطع من ايه؟ من الدباء اللي هو قرع العسل. النبي لما لاحظ كده بقى ياكل الدباء ويسيب له القديد، يسيب له اللحمه، شوف جمال النبي بقى. فبقى ياكل، يقوم انس بن مالك لانه صغير مش فاهم، افتكر ان النبي بيحب ايه؟ الدباء. فقال فايه من ساعتها بقيت احب الدباء لان النبي كان بياكل الدباء. لكن هو ايه الحقيقه؟ ان النبي كان يؤثر غيره بالاعلى في الاكل، واخد بالك؟ فكان ياكل الدباء ويسيب اللحمه لغيره. فسيدنا انس طفل صغير قاعد مع النبي، شاف المنظر اوله بطريقه خطا، فهمه غلط، فهمت ازاي؟ فهم ان النبي بيحب الدباء قوي، يا سلام ما شاء الله، النبي بيحب الدباء جدا، واخد بالك؟ فقال ايه، انا من ساعتها بقيت احب الدباء، واحنا كمان بنحب الدباء ونحب اللحم لان النبي بياكل الاثنين. فالمهم فايه، فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعه علشان يؤثر غيره بايه؟ باللحم.
صلى الله عليه وسلم. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. أخرجه إيه؟ البخاري في كتاب البيوع باب ذكر الخياط. الباب 23 باب أكل القثاء بالرطب. على فكرة التأويل اللي قلته لك ده ما حدش قاله في المفسرين كلهم. كلهم قالوا إيه؟ حب النبي للدباء، ويجيب لك الحديث. يعني فهمه زي ما فهم أنس. لكن لا، أنا فهمت غير كده خالص. واخد بالك؟ أنا لم أقرأها لأحد ولم أسمعها من أحد. فهمت إزاي؟ لكن الحقيقة إذا فكرت إلى سلوك النبي وأخلاقه وإيثاره، أيهما أرقى في الأكل، الدباء ولا القديد؟ اللحم يعني، اللحم أرقى. النبي بقى يأكل الأدنى حتى يؤثر غيره بالأرقى. يبقى من باب الإيثار. يبقى ده كان يتحط في باب الإيثار وليس في باب حب الدباء. ده الأولى كده يعني، فهمت؟ أنتم موافقين يعني على الفهم ده ولا مش موافقين؟ برحبكم يا جراش. الحكاية بسيطة، المهم إيه؟ كله الاثنين وخلاص. باب أكل القثاء بالرطب. حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. لأن القثاء والخيار والحاجات دي كلها بتبقى إيه؟ أولا لا طعم لها، ما فيها السكريات، لكن فيها رطوبة عالية ومية كتيرة، فيقوم يعالج دي بدي، يقوم يحلي إيه؟ عدم حلاوة القثاء بالرطب، ويطفئ حرارة الرطب برطوبة إيه؟ القثاء. يبقى النبي كان بيعالج الأطعمة، تقوم بدل ما تاخد كده حاجة حارة كلها، يقوم ايه ياخد معاه حاجه ترطبها شويه، صلى الله عليه وسلم. وده من الذوق الرفيع في الاكل. يبين لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له ذوق رفيع في الاكل، صلى الله عليه وسلم. فكان ياخد قطمه قساء وحته رطبه، وقطمه قساء، يقوم يعالج دي بدي، صلى الله عليه وسلم. باب نهي الاكل مع جماعه عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن جبلة: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، يعني إيه؟ مجاعة وقلة إيه؟ زاد. فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، اللي هو سيدنا عبد الله ابن الزبير. فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا وهما بياكلوا، فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران. يعني ما تاخدش اتنين باتنين يا جدع، انت كل واحد ياخد واحدة واحدة، يعني ما تقرنش تمرتين تمرتين في قطمة واحدة. ليه؟ لأن احنا في مجاعة، والإيه والكمية اللي قدامكم قليلة، فلا إيه فلا تؤسر نفسك وتترك غيرك. فاهم؟ فقال لهم كل واحد ياخد واحدة واحدة عشان كمية الطعام قليلة ونحن في مجاعة. وعشان كده قال لهم: نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. الكلام ده أنت أما يبقى مجاعة وقلة طعام وقلة زاد، لكن لو في وقت إيه؟ الحمد لله الأكل كتير ومش في مجاعة، تقرن ما تقرن ما تفرقش، مش هتأذي حد، أما يخلص هيجيب لك غيره. فهمت بقى إزاي؟ لكن لما يبقى الأكل قليل يبقى الأحسن أنك أنت لا تقرن حتى لا تظلم غيرك. باب فضل تمر المدينة. حديث سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. يبقى تصبح يعني خدهم على الريق، بلغة المصريين يقول لك ايه؟ دول عريق. عريق يعني ايه؟ يعني اول طعام يدخل جوفك الصبح. يبقى من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره، لم يضره تنفع الاثنين، لم يضره لم يضره تنفع ايه؟ بالضم وبالفتح. ذلك اليوم سم ولا سحر، سم ولا سحر، سم ولا سحر. يبقى سم 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 الاثنين بمعنى ما يضر البدن من المطعوم، كويس؟ بتسليس السين يعني. المصريين يكسروا السين يقول لك سم، لكن هي يجوز سم 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 من حيث اللغة. ودي فضيلة
بعض العلماء حملوها على عجو المدينة، لكن النبي أرسل للعالمين، فيبقى أي عجوة في أي حتة تاكلها سبع تمرات إن شاء الله تاخد ثواب الحديث. لكن بعض العلماء ضيقوا، وأنا ما أحبش تضييق إيه فضل الله. النبي أرسل للعالمين، أرسل لكل المسلمين، للناس كلها في كل بقاع الأرض، فمش معقول الناس كلها تتكلب على من جميع أنحاء الأرض ياخدوا عجوة المدينة عشان ياخد سبع تمرات. أبدا، العجوة اللي في بلدك هي دي الحلوة وفيها حديث النبي. فهمت بقى ازاي؟ فما تيسر كل منه سبعة. فهمت؟ فده الاولى كده، الاولى نفهمه بهذا المعنى. لان النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ ارسل لايه؟ لكل بلاد العالم في كل زمان، وبالتالي اي عجوة في اي بلد وفي اي زمن تفضل فيها سر هذا الحديث ببركة النبي، لان النبي هو رسول كل زمن وكل بلد. ولا هو مرسول رسل للمدينة بس؟ فما تضيقش عمر، حتى قال المدينة غلوا عجوة المدينة عشان الحديث ده. فهمت ازاي؟ بسبب الحديث ده الناس كلها تروح المدينة، كله عايز يشتري عجوة المدينة، فاهم ان الحديث على عجوة. لا يا سيدي، اشتري عادي باعتبار، وكل عجوة بلدك، كل واحد ياكل عجوة بلده، فيها الخير وفيها البركة، لأن النبي نبي كل بلد، ونبي كل ايه مصر، ونبي كل زمان. فهمت بقى؟ صلى الله عليه وسلم. فلازم نفهم حديث النبي بهذه الساعة. باب فضل الكمأة ومداواة العين بها. والكمأة ده نوع كده غريب من المأكولات والأطعمة، بينبت بإيه؟ في بعض الأماكن الصحراوية أو الأراضي لما ينزل المطر من غير ما حد يبذر حاجة، فيبدو أنه هو كأنه نوع من الفطريات كده، بينمو بلا بذر، وتلاقي حاجة زي البطاطساية كده وفي وسط الرمل وفي وسط الطين، اسمها الكمأة. مش مشهورة قوي في مصر، لكن مشهورة يمكن في سيناء، في بعض الأماكن إيه الأطراف تلاقيها، وموجودة في العراق، وموجودة في جزيرة العرب، موجودة في أماكن كثيرة، اسمها الكمأة. ممكن تكتب كده الكمأة على إيه؟ على اليوتيوب، يقوم يجيب لك صورها وأنواعها من البلاد المختلفة، لأنها بتختلف من بلد لبلد، وليها خصائص من بلد لبلد. حديث سعيد ابن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. يبقى ايه؟ المية بتاعتها لو عملوها أطرى للعين تشفي عن أمراض كثيرة. الشيخ الأيمن ابن الصلاح، واخد بالك، الكمال ابن عبد الله الدمشقي، من علماء الحديث، أصيب بالعمى وكان يروي هذا الحديث، فجاب ماء الكمأة وقطره في عينه عدة أيام، عاد إليه بصر ببركة هذا الحديث، واخد بالك، ذكره الإمام النووي. يبقى الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. يبقى لما تروح لدكتور عيون وقال لك مالكش علاج، المرض بتاعك ده مالوش علاج، تعمل إيه؟ تجيب ماء الكمأة وتقول اللهم صلي على النبي وتستعمله، إن شاء الله تشفى ببركة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. دي نصيحة لمرضى العيون اللي مالهمش ايه؟ علاج عند الأطباء. باب فضيلة الأسود من الكباث. الكباث ده اللي هو ايه؟ ثمر الأراك، عارف الأراك اللي هو السواك؟ فيه نوع منه ايه؟ بيبقى ايه؟ لونه كده غامق شوية أسود، وأسود يقصد بيه شديد الخضرة يعني خضار وغامق، أخضر غامق، فيسموه الأسود، واخد بالك؟ ده نوع من ايه؟ من ايه؟ من الاراك اللي هو ايه؟ بيستعمل كسواك. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث. الكباث اللي هي قالوا ايه؟ اللي هي ثمر الاراك النضيج، والاراك هو شجر السواك. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالاسود منه، اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ يميل للخضار الغامق ده الطري، الاسود منه فانه اطيبه، لان العصاره فيه كتيره، وهذه العصاره اللي فيه بتفيد اللثه وتفيد الاسنان وتفيد الهضم وتفيد كمان، وقالوا انها بتزيد قدره الرجل على الجماع، وقالوا انها بايه؟ مطهر معوي، ولها فوائد كثيره، يعني لا يقوم مقامها معجون السنان العادي ده. المهم تعجبوا، النبي مش من أهل الزراعة،
فالنبي طول عمره عايش في المدن، فالناس قالوا له ايه؟ قالوا اكنت ترعى الغنم؟ وانت إيه؟ الخبره دي جبتها منين يا رسول الله؟ عرفت ان ده يعني النوع ده هو الطيب. اكنت ترعى الغنم يعني تمشي؟ قال وهل من نبي الا وقد رعاها. والنبي رعى الغنم وهو ايه؟ طفل صغير صلى الله عليه وسلم. باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إلى نسائه فقلن ما معنا إلا الماء. راجل ضيف قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أنه هو يعشيه ويبيته عنده، فبعث لزوجاته التسع قالوا ما عندناش في بيتنا الا الميه، هنضيفه فين؟ شوف قد ايه بقى النبي من كثره صدقاته كان احيانا ما يبقاش في بيته اي شيء. ما حصلتش فينا دي الحكايه دي لحد دلوقتي، وبالرغم من كده ايه مش عاجبنا الحياه يعني، بنقول مش عارفين نعيش. بيت النبي ده بيوت النبي تسع زوجات بعت لهم وكلهم قالوا له ما عندناش الا ميه، مش هنضيفه نجيب له ايه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ قال للصحابة بقى اللي قاعدين مين يضيف ضيف رسول الله يعشيه النهاردة ويبيته عنده؟ فقال رجل من الأنصار أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، ده ما عندناش إلا العشاء اللي هياكلوا الأطفال بتوعنا بس، هو دول. فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك، يعني إيه أضيئي السراج اللي هو بيضيء ليهم، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. فأرادت أنها تطفي لي بقى عشان الرجل لا يشعر أنهم لا يأكلون معه لقلة الطعام فيقوم يحرج الضيف، فعملت نفسها بتصلح السراج، اتطفأ السراج فبقى ظلام دامس وحط الأكل أمام الرجل، فبقوم يتظاهر إيه أنه بيأكل مع الضيف وهو ما بيأكلش لأن طعام قليل حتى لا يراه الضيف، فأكل الضيف وشبع ونام. ده ما فيش إثار بعد كده، نيم ولاده جعانين وهو ما تعشاش هو ومراته واكل الضيف مكانه، فهم؟ فجعل يريانه انهما ياكلان، يعني بيمثلوا ان هما بياكلوا بس الدنيا ظلمه فهو مش شايف. فباتا طاويين يعني جائعين. فلما اصبح غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رايح صلاه الفجر، قابل النبي بقى في صلاه الفجر، فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. ربنا أخبر النبي باللي حصل، فهم؟ وضحك الله يعني إيه؟ اشتد رضاه، يعني رضي عنكم رضا واسع. ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، يعني كنا حوالي 130 قاعدين مع النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، يعني النبي عايز يأكل 130 فبيقول للموجودين حد معاك طعام عشان نأكل الموجودين؟ واحد بس قال له انا عندي صاع. صاع يعني ايه؟ 2.5 كيلو او 3 كيلو بحد اقصى. فعجن. ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل، مشعان يعني ايه؟ يعني شعره ايه من قلة ايه وضع الدهن عليه يعني منتفش، يعني المصريين يقولوا عليه منكوش الشعر، يبقى مشعن يعني منتفش الشعر لانه جاي من سفر، وانت اعرابي عايش في صحراء بقاله مثلا شعره ده ما شافش الميه ولا الزيت ولا اي حاجه بقاله سنه، فتدور انت شعره اللي بقى شكله ايه بقى.
ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها. مر عليهم راجل ايه اللي بصفته دي ومعاه غنم بيسوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا ام عطيه؟ انت هتدينا الغنم ده هديه ولا بيع؟ او قال: ام هبه؟ قال: لا، بل بيع. الغنم ده معروض للبيع. فاشترى منه شاة. النبي راح شاري منه ايه؟ شاة واحدة. شاة واحدة 130. هو النبي ايه؟ عوده الله ان ربنا يكتر الطعام القليل ببركته. فاشترى منه شاة فصنعت. وامر النبي بسواد البطن ان يشوى. سواد البطن اللي هو الكبدة، الكبد. يبقى اسمه سواد البطن. شوف انت كبدة معزة تبقى قد ايه؟ ولا حاجة، حاجة كده كف. يقوم النبي أكل منها 130 من الكبدة بس. وأمر النبي بسواد البطن أن يشوى. ويم الله، بيحلف الراوي، ويم الله، ما في 30 والمئة إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها. إن كان شاهدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأه له كمان، يعني حتى اللي غاب يشله. فجعل منها قصعتين، وبعدين بعد كده قسم اللحم بتاعها على ايه؟ إناءين، وطبخ. فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير، أو كما قال. ودي ايه؟ من علامات نبوة نبينا، ايه؟ بركته الظاهرة في كل ما يمسه صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء. أصحاب الصفة دول كان إيه؟ في مكان مظلل كده خلف بيوت النبي، إيه؟ في ساحة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو ملحق بساحة مسجد النبي. كان يجلس فيه الصحابة الفقراء الذين ليس لهم بيت يأويهم، وليس لهم عمل يعملون، وكانوا فقراء. فدول إيه؟ كانوا يعيشوا في المكان ده، والنبي يطعمهم كل فترة يطعمهم. أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس. يعني عايز يوزع أصحاب الصفة على الصحابة وهم ماشيين بالليل، كل واحد ياخد له معاه ضيف واحد أو اثنين أو ثلاثة يأكلوهم، علشان ما كلوش طول اليوم أو يمكن اليوم اللي قبله كمان. وأن أبا بكر جاء بثلاثة. أبو بكر راح واخد منهم ثلاثة، وإيه؟ وداهم بيته، وقال لعبد الرحمن ابنه: ايه، ضيفهم واكلهم، وانا هروح اتعشى عند النبي. فهم؟ طيب. وان ابا بكر جاء بثلاثه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشره، والنبي خد عشره منه. قال: فهو انا وابي وامي وامراتي وخادم بيننا وبين بيت ابي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ووكل ابنه عبد الرحمن إنه هو إيه؟ يقوم بضيافة الجماعة الثلاثة دول مع أهل البيت بقى، اللي هي مرات عبد الرحمن وأمه والخادم والجار دول. سيدنا أبي بكر لما قعد عن النبي يتعشى اتأخر، لما الليل اتأخر خالص رجع لقى الضيوف قاعدين الأكل قدامهم، مش عايزين ياكلوا إلا لما يجي أبو بكر. سيدنا أبو بكر اتضايق قوي ان هم عذبوا نفسهم، وهو جاء اصلا متعشي وموكل ابنه يضيفهم. انتوا ليه ترهقوا نفسكم كده ولا تقبلوا ضيافتي، وترهقوا نفسكم وتنتظروني؟ لقيتوني اتاخرت، ما انا ابني مكاني، كلوا خلاص. فجاء زعل، غضب غضب شديد، ومسك ابنه كاد ان هو يضربه. ازاي تعمل فيهم كده؟ فهمت ازاي؟ ثم رجع فلبس حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك؟ إيه اللي أخرك كده؟ الناس وقاعدين مستنين. أو قالت ضيفك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا، هم رفضوا، قالوا ننتظر أبو بكر. قال: فذهبت أنا فاختبأت. عبد الرحمن شاف ابوه غضبان، فراح استخبى، قال: ده هيبهدلني، لان هو اللي وكلني ان انا لا اكلهم. فذهبت انا فاختبأت. فقال: يا غنصر، يعني ايه؟ يعني نوع من الشتيمه،
يعني يا ولد يا قبيح يا مجرم يا قليل الأدب كده يعني، أو يا غبي أو يا أي حاجة. المهم إيه، كلمة تدل على إنه إيه مش عاجبه إزاي الولد قصر في ضيافة الضيوف. فقال يا غنثر، فجدع وسب يعني عاب فيا يعني، وقال كلوا لا هنيئا، قال للضيوف كلوا وقال للأهل لا هنيئا، يعني مش كلام مش هنيئا لا هنيئا دي مش للضيوف ده لأهله، ياخد بالك علشان ايه قصروا في ضيافتهم. فقال والله لا أطعمه أبدا وأنا مش هاكل، لأنه هو أصلا ايه كان واكل عند النبي، ولما غضب قال له خلاص أنا مش هاكل كمان. ويم الله، بيحلب بقى عبد الرحمن ابن ايه أبي بكر، بيقول ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، كل ما ياكلوا الطعام يزيد مش ينقص، كل ما ياخدوا لقمة تزيد. قال يعني حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، الناس كلوا وأهل البيت كلوا والضيوف كلوا والطعام أكثر مما وضع. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا، إيه الحكاية الغريبة اللي احنا شايفينها دي؟ قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. لا وقرة عيني، طب قرة عيني الصحابة اللي هو مين؟ النبي. يعني كانت بتقول له لو النبي، الله لو النبي. والوهابية يقول لك اللي بيقول والنبي يبقى مشرك، ومرات أبو بكر بتقول لا وقرة عيني في البخاري في صحيح البخاري، حاجة غريبة أوي، لأنها لا تقصد حقيقة اليمين لكن تقصد التبرك بذكر النبي. فهمت بقى إزاي؟ لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر، وقال سيدنا أبو بكر بقى إيه لما لقى فيه بركة قال والله أنا حلفت إن أنا ما أكلش إلا هاكل بقى عشان ينوبني البركة. وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، اليمين اللي حلف إنه مش هياكل ده من الشيطان لأنه بسبب الغضب يعني. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا اثنى عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون. يعني جم ضيوف للنبي كمان صبيحة اليوم التاني يوم، وكانوا بينهم وبين النبي عهد وانقضى أجله، جايين عشان يجددوا الأجل، فجم عدد كبير من الناس فأكل العدد الكبير من الناس مما بقي من الطعام المبارك اللي قال النبي من سيدنا أبي بكر. فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة، لأن الإنسان بيجي ببركته، كل مسلم ليه بركة، فما يبقى الطعام قليل ويجي واحد بيجي ببركته مش هيقلل الطعام، ده الطعام هيزيد ويكفي. فما تقلقش وما تبقاش طماع، مش تبقى بتاكل والناس جاية تروح محوط بيدك كده عشان يشوفوا، عيب ما يصحش، قول اتفضل. هي دي السنة المحمدية والإبراهيمية إنك أنت تطعم من يأتي وأنت تأكل. باب المؤمن يأكل في معا واحدا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ومعا اللي هو المصران يعني اللي هو إيه اللي هو مجرى الطعام يسموه معا. وعن أبي قال حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معا واحدا وإن الكافر أو المنافق يأكل في سبعة أمعاء، لأن الكافر ما بيقولش بسم الله فالشيطان بيأكل معاه فتلاقيه مهما كل يأكل كمية كبيرة وما يشبعش، لكن المسلم يقول بسم الله الشيطان ما يأكلش معاه، والمسلم بطبيعته ما بيحبش يأكل كتير عشان ما ينامش كتير عشان ما تقلش عبادته عشان يبقى نشيط، دي طبيعة المسلمين كده اللي هم ماتوا يعني.
المسلمين اللي هم ماتوا، لكن المسلمين اليومين دول بياكلوا لما يشبعوا، فاهم؟ علشان كده زادت التخمه، واصبحت عمليات السمنه المفرطه من اكثر العمليات اجراء على مستوى العالم الان بسبب انتشار السمنه. حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا كان ياكل اكلا كثيرا فاسلم، فكان ياكل اكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان المؤمن ياكل في معا واحد والكافر ياكل في سبعه امعاء. راجل كان كافر كان بياكل كتير وما يشبعش، لما اسلم بقى ياكل كميات بسيطه ويشبع، فذكروا ذلك للنبي فقال لهم هذا الحديث. باب لا يعيب الطعام. حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، ان اشتهاه اكله والا تركه. يبقى الاكل اللي يتقدم لك والله مش عاجبك سيبه، لكن ما تقولش فيه ايه عشان تخلي غيرك ياكله، فاهم؟ واذا اشتهيت اكلته، واذا ايه لم تشتهي اتركه ولا تتكلم عليه حتى لا تصد غيرك عن الاكل منه. ودي كلها أدب نبوية شريفة، نسأل الله أن يؤدبنا بها وأن ييسر أمرنا ويغفر ذنبنا ويكشف ما عنا ما أهمنا وسائر المسلمين يا رب العالمين، ويعيد الطواف والسعي إلى الكعبة وإلى الصفا والمروة، ويعيد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت الأمور. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يسلبنا نعمه وأن يرزقنا شكر النعم حتى لا تسلب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.